من كل حتت، من كل حتت التانيين. ففي كاس العالم يعني هم هيفرقوا لما ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، هيفرق جدا، هيفرقوا مع المنتخب جدا، مع منتخب مصر سواء في افريقيا او نبدا كدرجه اولى بقى يعملوا حاجه في افريقيا يعني ان شاء الله. بصي بس معلش انا عندي حاجه بس على الهواء، دي كواليس وصول فريق الاهلي للناشئات او ال 16 سنه قبل المباراه. معلش احنا هنتابع الاثنين مع بعض، البنات اللي هم الصغيرين الناشئات بتوعنا والدرجه الاولى اول ما يوصلوا ان شاء الله باذن الله هنتابع على الهواء. كابتن سلعوه، مشوار كبير للنادي الاهلي من دور ال 16 للفوز على مدينه نصر والصيد والجزيره ثم سبورتنج في الدور النهائي. الماتش يعني الطريق الاهلي اعتقد كان صعب شويه، الصيد والجزيره في مشوار النادي الاهلي. دلوقتي احنا برضو يعني عايزين نركز على فرقه المرتبط اللي هي لان هي نفس النقاط بتاعه الدرجه الاولى نقاط المرتبط. فاحنا برضو مش عايزين ننسى كابتن احمد ابراهيم والفرقه المرتبط لانهم عملوا مجهود فعلا وتعبوا طول السنه وكده. وكان معانا جمانه طارق عبائي وده ابوه مدرب كان في النادي الاهلي فاللي انا عايز اقوله مش عايزين ننساهم، هم برضو عملوا ابطال وعملوا مجهود واعتقد دي السنه الثانيه على التوالي وان هم بيساعدوا برضو الفريق الاولاني. نيجي للفريق الاولاني، الفريق الاولاني السنه دي قدر الكابتن ايهاب الالفي يظبط الفرقه ويحطها على يعني المنافسه الدوليه ان شاء الله. اللي جاي احسن، واللي جاي بالنسبه للنادي بالمجموعه اللي موجوده دي من ولاد النادي يعني انا في بنت تحت 18 سنه اسمها ملك اول مره تلعب في البطوله اللي هي دي، وامبارح كنت بتكلم انا والكابتن علي فيها بنت صغيره لسه اول مره وبتلعب في خمسه اساسي كمان في الدرجه الاولى كمان فبنت كويسه وان شاء الله في مستقبل بالنسبه لقطاع البنات.